يا اخوان اكتشفت ايش هي؟ ان هاي السيارة فوقيها رقم بقدر اني اخش معاها السباق، شايفين؟ راكب السيكل فوقيها، طبعا بحط لي الصعوبة ايزي او ميديوم او هارد. السيكل بخش معاها السباق وبخش بالحيط. وين راح؟ راح اللفتة. طبعا بهذا الحلو بهذا السباقات انه فيش فيها فيش تشيك بوينت، يعني تقدر تختصر زي هيك تسحب على امه يجي من قدامه عادي. بس تصير وراك لا يقول لك تشيك بوينت وانت تعديتها وطريق غلط انسى. شو الخصم الايزي هذا؟ اوكي اللفة نايس نايس راح يفوز وانا لسه مش تافه. السلام عليكم ورحمة الله أحمد وزير الريم، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب لعبة فورزا هورايزن 5. بهذا الفيديو راح نلعب سباقات، راح نلعب تفحيط، راح نطلع مواهب المدفونة إن شاء الله. بس بدون ما نطول أكثر لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا. وين الكل؟ أيوة يلا سوق. سوق عكسي هذا. إيه شو هذا الفاشل؟ دقيقة يا بطلع على الخريطة مش منتبه على الطريق، فأنا مش مبين وراي هو. ممكن انتبه على الطريق أحسن. وصلت أنا وهو لسه محله. خذوا هاي 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 شوفوا هاي هاي عيونكم يا شباب. ها ابعد. اوكي فزنا تمام. خلينا نروح نخش سباق عادي. وين سباق؟ يلا عليه. بس بدنا نختصر. اوكي تمام، نحن مفتوح الطريق من هون. يلا خش سباق يا اخوان. صحيح اعطوني سيارات جديدة اللي هي هاي وهاي، اتوقع متسبيش كمان، وهاي وهاي صح بدي اجرب هاي. ام الفراري ستارت ام الريس. شو نوع هاي السيارة؟ والله ما بعرف شو نوعها. اوكي كل سبقني نايس. والله نحن يا اخوان ام اللفة ام اللفة. ايه بل عندي لازم اروح العب بعيد. اوكي اللي فهم وين صار هذاك شو بده يرجعهم. طلع اللفة كيف بلف هيك؟ انا مو تعرف كيف بلف هيك. بخفف بروح بخبط بشيء. انا كمان صرت 12 من 12 رجعت للمركز الاصلي. ونحطين شيك بوينت الكلاب عشان ما تختصر. اوكي دائما لازم اجيب المركز ال 12 بعرف ليش. طب 11 مجامل يعطوني اياه، ما في مجال. اوكي اول لفه لفه صح واخر لفه. معقول تعمل الحقهم يا شباب؟ والله ما اتوقع. عفا الله اللفه هاي ممكن نختصرها بس عشان الشيك بوينت لازم امر من بين هذول الخضر. الشيك بوينت هاي الله ياخذهم. نطلع وين صار وسطو. الله غش يا زلمة هذا. تلعبوني مع ناس عقد مستواي، يعني تلعبوني مع ناس مقلع اللعبة. صوت السيارة رهيب والله.
والله صوت سيارة رهيب. دفة يا خرا. اوكي الله يعطيك العافية. صعب الشغل، مبسوط منك، بيقول لك ما تجيش تاني. يا اخوان اللي تعلمته من اللعبة هاي انه ما يخشش السباقات، بس تلاقي واحد زي هذول على الخريطة، هذول على الخريطة تقدر تتسابق معهم هيك 1 في 1. لقي لك واحد هيك حمار تسابق معه وتفوز عليه، حس بطعم الانتصار. شوف يلا زي هيك خش مع هذا، احلاش طريق تحول هيك. اوكي تمام وهبلع. وين بدك تختصر اختصر، بدك تمشي صح امشي صح حسب كيف الوضع. وين هذا صار اللفات مش زي وجههم هون. بعد ولا بعد بعد يما يا اخوان ماشي مليون سكرنا ال 200. نايس 5-1 شو جاي فوز فزات. تعال انت تعال تعال احكي السبب لسيارته. هذا زي سيارتي هاي ولا زيها صح؟ ابلع يا حبيبي. طول طول اللفة. سبقني يا اخوان سبقني يا اخوان. دقيقة مش عدل هسا وين لما يسبقني. اح يا حبيبي امشي. لما يسبقني يا اخوان اوه شت مش مجال، كنت اختصر، كنت اروح للطريق الخبيثة مش فيها مجال. فاز هدو هدو بدي اتسابق معك كمان مرة. تعال هذا هو؟ لا تعال وينه؟ تعال يا كلب. ابلع ولا ابلع. والله مش عارف يكون ناس حقيقيين يعني ولا هيك من اللعبة يعني. ليه يا المناظر يا اخوان ايش فيه؟ ليه يا الخضار؟ بشوف شر الخضار اللي على التلفزيون انا. اوكي. لا 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 بجيبني بجيبني. اوه والله قريب. هلا خلينا ننزل صعوبة شوي يا اخوان، شوي صغيرة. نيو ريسر يا اخوان، لساتني جديد على اللعبة. اوه سيف. اوكي اخوان اذا فزت بديش انزل غير صعوبة. اوكي يلا ليتس جو. ديم. فمن اول لو نزلت الصعوبة. يعني شوي صعوبة وشوي احتراف بدها. اخوان السيارة ما لهاش صوت. والله ما لها صوت يا اخوان. اخوان السيارة تقهر ما لهاش صوت. اح صفق طعم هذه السيارة يا اخوان. بس الصعوبة حلوة هيك يعني. قد ما تخبط بتضلك الأول. والله صفقت طعم هاي السيارة يا اخوان. السيارة بتقهر يا اخي، صوتها هيك خفيف. حبيب لف. نحاول نخفف على الاخر عند اللفات. ترى السيارة بطيئة مش سريعة. بورش بالاسم بس. بورش من سوق الجمعة. تبين قد ما تخفف على الفاضي. هاي هاي بدي اجيبها هسه هيك. اوقعها هاند. اوقع وجه السيارة. وجه الجمهور اللي ورا. يا عمري. استنى يا كلب يا كلب. يا حج حج بنلعب مع بعض حج. يا اخوان يا اخوان سبقوني. لو ما طقعت الهند احسن لي. ابلع. اوكي حبيبي بلعب بلعب انا.
هو ده ده سيبك من يعمل مرسيدس وايت ميو يا عمري اللفة بس خربت. اوكي تاني لفة اللفة الأخيرة يا اخوان، طالما ما بقعد اشي هيك اجيب امي يعيد. بلف على الضغط يا مان، ايش فيه؟ اخوان ذكروني اني ما العبش بهاي السيارة مرة ثانية. شوف شوف هاي الحركة، شوف وش هالشي، مش طايق ايش بدش يسبقوني كلهم ورا بعض هذولا. بخبط بش بسير الاخير على طول زي هيك. شب حج يا معلم نلعب مع بعض، خليك وراي انا بعرف الطريق. اوكي ليتس جو، خذ 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 هاي العين الشباب اعطيها. لا الاول ماشي، انا خففت من الصوت بس الاول. ايوه اوكي بس شباب، نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك واستنوا الفيديوهات التانية. سلام.